انت كمان وحشتيني. بقيت احب الحبس الانفرادي عشان بشوفك يا سلمى. كنتش ناوي تورثني بالحياة وتكوش على الورث لوحدك، واختك ومرات اخوك ما يطلوش ولا مليم. ايه ده؟ انا حج؟ ايوه انت، بس ده مش هيحصل ابدا طول ما انا عايش وفي الروح. يعني ايه حج؟ يعني هكلم المحامي يعمل لي وصية بتلت الميراث لمرات اخوك وبنتها علشان احميهم من غدرك. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده حاج؟ ده ما يرضيش ربنا ولا شرع ربنا ابدا. بالعكس، ده هو ده الشرع اللي قال عليه ربنا. يبقى انت كده راجل ظالم وبتظلمني، ولو حصل الكلام ده لحجيب عليها وطيها وبكره تشوف. انت بتشتمني وبتعلي صوتك عليا يا كلب. بقولك ايه، تلاتة بالله العظيم قسما عظما، لو رجلك دي هوبت عتبة المحامي لارفع عليك قضية حجر ان الراجل ده اتجنن وخرف. حجر انت مش ابني، انت مش ابني، انت شطان. قلب بطل بقى الحركات بتاعتك دي كل مرة وتشفط قلبك وتروح مرمي على الكنبة. ايه ده؟ بابا يا سوخ نايل، الراجل شفط قلبه ومات ولا ايه؟ بابا جبت الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا كبير، بس انا عاوز اسال، احنا هنقعد هناك كتير؟ شكلها كده لما اشوف اخرتها مع عمي وعياله. اهدى، هما لسه عاوزين ال 40% عموله برضك؟ ما قدامناش حل غير كده. انا عارف انه طماع وبيستغل وضعي، بس نعمله ايه؟ طالما الواحد مكسور لازم نطاطه ونرضى بالموجود. صح، والله يسامح عمك وعياله. عمل لنا حاجه ناكلها. عيني انت بتعمل ايه هنا يا ضيا منتن انت؟ ولا حاجه يا اخوي، داني بس سمعت الانارب بتصرخ فافتكرت في حرامي ولا حاجه. لا وانت امين قوي يا روح امك. اكيد يا اخوي، ما هي حاجتك حاجتي. لا يا اخوي حاجتك حاجه وحاجتي حاجه تانيه، واياك تدخل الحاجات في بعضيها. اللي تشوفه يا اخوي. وبعدين حسك عينك تهوب ناحيه عيشه الارانب دي تاني. ليه هي فيها؟ ما فيهاش حاجه يا اخوي، ما فيهاش حاجه، بس زي ما تقول كده الارانب بتتنظر، وانا كل ما ابص لهم الاقيهم اتمقتوا كده وخسوا وكشوا. ما تخافش يا اخوي، عيون الحبايب ما بتحسدش. لا بتحسد اليومين دول يا اخويا، بتحسد. طو عليك وعلى ضحكتك النتنه. شد حيلك يا حبيبتي، البقاء لله. شد على الله يا حج، والله تعبناكي معانا. اوعي تقولي كده، ده احنا اكتر من اهل. الحج طول عمره كان راجل طيب، ربنا يجعل نصيبه الجنه ان شاء الله. امين يا رب. حبيبتي خلي بالك من نفسك، انت واخوكي دلوقتي ملكوش غير بعض. قولي لها يا حاجه، قولي لها ده الدم عمره ما يبقى ميه. والله منير مش مخليها محتاجه اي حاجه خالص، واخد عهد على نفسه قدام ربنا انه هيكون في مقام ابوها واخوها في نفس الوقت. محدش عملها قبلك. الناس طول عمرها بتترجى الرحمه مني ما برحمهاش، وعمري ما احتجت لحد. تيجي انت تعلم عليا؟ جميلك ده على راسي يا عمو، ومن النهارده يحرم عليا اذيتك لمدي. يعني خلاص يا لعلو؟
اصحاب واخوات وحبايب ولا هتغدر؟ انا بفهم في الاصول، وعلى فكره بقى انا كنت مزقوق عليك واخد عربون كمان. مزقوق عليا؟ مين اللي زقك؟ الواد زين. زين؟ ومين اللي زق زين ده؟ واد اسمه ابو لغم. ابو لغم وزين؟ بقول لك ايه، سيبك من ابو لغم وسيبك من زين، قول لعل ايه اللي حدفك الحادثة السودة دي؟ ما تقوليش انا ماليش دعوة، انا بتاع الصعيد، وكانت القضية 6 شهور، انا افتكرت طمعي وغباوتي. ما انت عارف انا طول عمري شغال في البلطجة، قلبت التخصص وقلت اشتغل في النصب، طلعت الطلعة والتانية، وللأسف بقى في التالتة وقعت وشرفت هنا 5 سنين. ما دي غلطتك يا اخي العلو. هو سكتنا له دخل بحماره، كنت ماشي في البلطجه والاشياء بومبون، ايه اللي خلاك تغير الكارير بتاعك؟ النصب ده فلسفه، علم، شياكه، اخلاق، دخلت بالحمار خليه يلبس، البس. سيبك منه يا معلم، ما يقع الا الشاطر. عندك حق يا بوب، ما يقع الا الشاطر. حسام باشا انا عايز اقول لك على حاجه، ما تزعلش مني والنبي على اي حاجه انا عملتها في حق غلط، وعلى ماده ايدي اللي عايزه تتقطع دي. سماح يا سيدي ولا يهمك، احلى واحده كوكو في الدنيا. طب بمناسبه القعده العائليه دي، مش عايزين تصلحوني انا كمان؟ صحوا صفحه جديده معايا. ايه في حاجه بس استاذ لعله كان واخدها مني في الاول خالص، نظاره مش شايف اي حاجه خالص. لعله عشان خاطر، عشان خاطر حسام باشا النضاره. ربنا يكرمك يا رب حبيبتي، وحشاني قوي. ايه ده 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 ايه يا عم؟ في ايه شايف عفاريت ولا ايه؟ ايه المنطقه المعفنه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ لا 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 خدها يا استاذ. خد ايه؟ خد ايه؟ البس، انا تعبت من جرجرتك طول النهار. اتفضل يا حكمت، ده نصيبك من ايراد المنحل، وده نصيبك من ايراد بيع المواشي، وده نصيبك من ايراد المزرعه. ما شاء الله، ده الخير جالكم مره واحده. والله الخير جالنا من يوم ما شفناك انت يا وش السحر. ده لولاك انت ما كانش ولا واحد فينا حقق مشروعه. تعرفي احنا بقالنا سنين بنترجوا ونتمنوا نحققوا احلامنا، لكن ما كانش ممكن. وايه اللي مناك؟ الكبير الله يرحمه كان متحكم وما كانش رايد يساعدنا واصل. لكن لما انت جيتي وتحكمتي واديتينا فرصه وخليتينا نشم نفسنا. ربنا يخليك لينا يا وش السعد. ربنا يديم المعروف. دي وش سعد، دي وش بومي. ست حكمة. ايوه يا سمار. في واحد اسمه ابو لغم بره عند البوابه الكبيره رايد يجابلك. قولي له طلعاله. حاضر يا سيدي. بالاذن يا رجال. اتفضل يا كبيره. قال كبيره قال رجال اخر زمن. الحمد لله على السلامة يا أبو لغم. الله يسلمك يا كبير. طمني، سبع ولا ضبع؟ بصراحة كده قطة بسبعة أرواح. يعني إيه؟ يعني واد الهلال لسه عايش، محاولة قتله فشلت. يعني إيه محاولة قتله فشلت؟ هو كبير على الموت ولا كبير على الموت؟ المرة دي فلت مني، لكن أوعدك المرة الجاية مش هيفلت مني أبداً. لو سيدياب علم بالموضوع ده هيزعل منيك. أنا عشانك ده خبرتك أنت، وعشمان ما تخبريهوش إلا لما تجيب لكم خبره. ماشي، مش هنخبره إلا لما تجيب لنا خبره. يلا. تسلم يا كبيرة، بالإذن. إذنك معاك.